أهلا بحضراتكم مرة تانية. مركز معلومات مجلس الوزراء أصدر تقرير مهم جدا امبارح بيوضح فيه قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات والتعامل بمرونة مع أزمة جائحة كورونا وكمان تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. كل ده بيحصل في ظل ترقب لاجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي بخصوص سعر الفايدة. خلونا نتكلم بتفاصيل أكتر معانا عبر سكايب دكتور أحمد معطي الخبير الاقتصادي. دكتور أحمد صباح الخير على حضرتك وكل سنة وحضرتك طيب. صباح النور على حضراتكم وعلى جميع المشاهدين. يا اهلا بيك يا فندم. في البدايه عايزين نتكلم عن ابرز المؤشرات الخاصه بتقرير مجلس الوزراء مركز معلومات مجلس الوزراء والخاصه بتحقيق فائض اولي في الموازنه. يعني طبعا بالتاكيد احنا عندنا فائض اولي بنسبه 1.46% من الناتج المحلي الاجمالي وده عن العام المالي 2020 2021 وبالاضافه لتحقيق زيادة بنسبة 30% في حجم الإنفاق على الاستثمارات العامة وعندنا إضافة كمان زيادة في الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 10.4% و9.3% ده زيادة في قطاع التعليم وكمان عندنا 3.2% في دعم السلع التموينية و 22.8% في زيادة في قطاع الصحة. ده طبعا يعني بيأكد قوة وصلابة الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، خاصة الفترة الحالية بتمر العالم كله بأزمات هي الأصعب والأسوأ على العالم بالكامل. نتكلم على جائحة كورونا ويعني لم تنتهي حتى هذه الجائحة حتى هذه اللحظة، بدأنا ندخل في الأزمة الروسية الأوكرانية. يعني خلينا أكد لحضرتك كمان ان البيانات اللي قدامنا دي بتاكد ان مصر بالفعل ماشي على خطى ثابته جدا في برنامج الاصلاح الهيكلي، لان احنا هنلاقي في تركيز كبير جدا في قطاع التعليم بالاضافه لقطاع الصحه، والقطاعين دول مهمين جدا بالنسبه لمصر واكدوا خلال الفتره الماضيه خاصه فتره كورونا اهميه قطاع الصحه، ومصر ركزت فيه جدا وبقت اخذ مشوار مهم جدا في النقطه دي، وبدات تبقى فيه استثمارات اجنبيه حتى وعربيه بدات تركز على الموضوع ده بالنسبه لنا، وبالتالي شايفين ان مصر مركزه في قطاع الصحه ب 22.8%. وخليني اقول لحضرتك كمان احنا يعني برغم يعني في البيانات دي الخارجه من وزاره الماليه، ولكن عندنا بيانات اخرى هي مهمه كمان، بيانات اقتصاديه جدا مهمه في بقيه المؤشرات الاقتصاديه. احنا عندنا تراجع في البطاله ب 7.4%، المؤشر ده مهم جدا لانه البطاله دي ما بتقلش لوحدها، البطاله دي بتقل عن طريق ان انا عندي مصانع، انا عندي وظائف بتخلق داخل الدوله، مش بتكلم بس ده احنا كمان بقى في قطاع الصحه وفي قطاع التعليم، لا ده في جميع القطاعات، وبركز جدا على قطاع الصناعه لان مصر كمان مركزه جدا في القطاع الصناعي، وعندنا قطاع الصناعي زاد مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي. البعض بيتحدث ان مصر كمان عندها ازمه في الصادرات، ولكن بالعكس العكس تمام صحيح، يعني العكس هو اللي صح، احنا عندنا زياده في الصادرات في مصر السلعيه خلال الربع الاول من هذا العام ل 9.2 مليار دولار بارتفاع سنوي بنسبه 26%، ده برغم جائحه كورونا وبرغم ان الدول وبرغم الازمه الروسيه الاوكرانيه وبرغم ان الدول بتعاني من هذه الازمات، ولكن على جانب اخر مصر صادراتها بتزيد خلال هذه الفترة. عندنا كمان بيان كويس مؤشر مهم جدا ان قناة السويس حققت اعلى ايرادات شهرية في تاريخها ب 629 مليون دولار خلال شهر ابريل الماضي، ده برضو بيأكد على قوة وصلابة الاقتصاد المصري، وكمان أمنين يعني احنا الدولة مستقرة وسياسيا وأمنيا، لأن برغم أن الدول عندها مشاكل في سلاسل التوريد بسبب الخوف من أن أصلا السفن تعدي بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، ولكن احنا عندنا زيادة في الحملات بالنسبة في لقناة السويس وزيادة في الايرادات. الحقيقه ان كل المؤشرات الاقتصاديه اللي طلعت من وزاره الماليه وايضا بتطلع يوميا ويعني من جميع الجهات المصريه، اولا ده بيدل على الشفافيه من الجهات المصريه والاداره المصريه، دي نقطه مهمه جدا للعالم بالكامل لانه بيركز دايما على الدول، بيشوف الدول اللي عندها شفافيه في بياناتها، و يعني خلينا اكد حاجات حتى لو البيانات دي، لان بعض بتحدث ان بعض يعني ممكن البيانات دي تكون فيها غلط ولا حاجه، ولكن كل الوكالات الدوليه بتاكد هذه البيانات، صندوق النقد الدولي بياكد هذه البيانات، البنك الدولي بياكد هذه البيانات،
مؤسسه فيتش، مؤسسه اس اند بي، بتؤكد ايضا ان وبتثبت تصنيف مصر الائتماني عند بي بلس، وده تصنيف مستقر جدا بالنسبه للاقتصاد المصري والائتمان المصري. كل هذه البيانات الصراحه بتؤكد على قوه وصلابه الاقتصاد طيب. المصري خلال هذه دكتور الفتره احمد ورغم يعني البيان. طيب دكتور احمد، الحقيقه طبعا بعد التحيه، زي ما حضرتك تحدثت وحسب التقرير وحسب الأرقام، الأرقام بتعكس صلابة الاقتصاد المصري زي ما حضرتك تحدثت. عايز أعرف من حضرتك يا فندم، أنه مهم جدا نعرف ده كان نتاج إيه؟ يعني حتى الإشادات الدولية ده كان نتاج إيه؟ إيه اللي مصر قامت بيه عشان نقدر نوصل لهذه الإشادات ونقدر نوصل لهذه النتائج وهذه الأرقام؟ الحقيقه يا استاذ جمانه ان هذه الارقام وهذه البيانات هي ليست نتاج عمل يوم او يومين ولا حتى سنه، البدايه كانت من القياده السياسيه، ويعني طبعا بنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، انا بشكره جدا لان بالفعل يعني احنا بنتحدث عن عقليه فذه انقذت مصر من هبوط كبير جدا في ليس في يعني مش ليس فقط امنيا وسياسيا ولكن اقتصاديا، لان البدايه كانت في 2016 من برنامج الاصلاح الاقتصادي، لولا برنامج الاصلاح الاقتصادي اللي مصر اتخذته خلال هذه الفترة ما كناش حتى هذه اللحظة ثابتين ومستقرين في يعني خلال هذه الفترة اللي بتمر بها العالم من الأزمات. يعني بعد كمان بعد ما خلصنا برنامج الإصلاح الاقتصادي دكتور أحمد، بعد ما خلصنا أنا سامع حضراتكم كده، اتفضل اتفضل يا فندم. ألو اتفضل يا فندم. طيب دكتور أحمد، حضرتك سامعنا؟ طيب يبدو اننا فقدنا الاتصال بدكتور احمد معطي الخبير الاقتصادي، طبعا هنحاول نعود الاتصال به مره تانية. يعني زي شاذلي ما تابعنا الارقام والتقارير، الحقيقه بتشير لصلابه الاقتصاد المصري، وزي ما كان دكتور احمد بيتكلم انه لولا الاصلاح الاقتصادي، برنامج الاصلاح الاقتصادي في مرحلتين، اول مرحله كان سيده الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن انه المواطن المصري هو بالفعل من تحمل اعباء هذا البرنامج، اما المرحله الثانيه فكانت المرحله كانت خلينا نقول ان هو وصفها بانه يعني انه المواطن خلاص هيبدا انه يجني ثمار ما تحمله في المرحله الاولى. الحقيقه مش هنقدر ننكر كمان الازمات العالميه اللي مش بايدينا، ان كانت ازمه كورونا او حتى الازمه الروسيه الاوكرانيه اللي بتفرض علينا كمان عواقب مش بس على مصر لكن على العالم كله. طيب احنا عودنا الاتصال تاني دكتور احمد معطي الخبير الاقتصادي. دكتور احمد اهلا بيك مره تانيه. اهلا بحضرتك استاذ جمانه، واعتذاراتي بس الصوت كان فيه مشكله. ولا يهمك يا فندم، احنا كنا بنتحدث يا فندم عن نتاج هذه الارقام، كنا بنتكلم ايه الاسباب اللي احنا قدرنا نوصل بيها لهذا لهذه الارقام، وايضا زي ما حضرتك تحدثت عن صلابه الاقتصاد المصري. بالظبط، برنامج الاصلاح الاقتصادي كنا بنتحدث، برنامج الاصلاح الاقتصادي هو السبب في صلابه وتماسك الاقتصاد المصري خلال هذه الفتره وتحقيق معدلات نمو، الارقام ايضا بتتحدث عن ذلك، احنا عندنا تحقيق معدلات نمو موجبه برغم ان يعني بتحدث عن الدول العظمى زي الولايات المتحده الامريكيه عندها في الاسبوع الماضي انكماش بالناتج المحلي الاجمالي، انكماش يعني خليني اوضح للمواطنين ببساطه، انكماش يعني بتنتج بس يعني الانتاج عندها بقى بالسالب مقارنه طبعا بالربع اللي قبله، وبرغم من ده احنا عندنا زياده في معدلات النمو، ده نتاج لبرنامج الاصلاح الاقتصادي اللي بدات، اللي حتى صندوق النقد الدولي بقى بيتخذه كمثال يحتذى به امام الدول الاخرى، وعندنا دلوقتي برنامج الاصلاح الهيكلي، وعايز اقول لحضرتك الموضوع ليس حتى برنامج يعني برنامج الاصلاح الاقتصادي هي البدايه ولكن توالي العمل، ويعني خليني وانا بكلم حضرتك دلوقتي العمل ما زال مستمر في مصر، لم يتوقف العمل في مصر في اي مصنع ولا في اي اتجاه زراعي او صناعي، بالعكس مصر شغاله على جميع الجهات، ودي برضو من النقط يا استاذ جمانه اللي كانت مهمه جدا في اقتصادنا، ان مصر شغاله على جميع الجوانب في نفس صحيح. البحر. البعض بيتحدث ان احنا شغالين في القطاع العقاري والبنيه التحتيه فقط لا غير، بالعكس مصر شغاله في جميع في القطاعات، كل القطاعات يا دكتور، وبالتوازي وفي نفس الوقت. يعني من كلام حضرتك انه كان في اشادات دوليه كتيره جدا، ودي مش اول مره، في اشادات كتيره جدا من صندوق النقد الدولي زي ما حضرتك قلت ومن المؤسسات الائتمانيه المختلفه، ازاي نقدر نستغل هذه الاشادات؟
بالظبط استاذ محمد، هو الفتره دي بقى هي الفكره احنا ازاي نستغل هذه الاشادات في جذب استثمارات جديده، وده اللي اكده الرئيس حتى ان في الاجتماع الماضي ان بالفعل التركيز هذه الفتره على الاستثمارات الخاصه والاستثمارات حتى الخارجيه، وده اللي مصر مركزه عليها هذه الفتره. وبالفعل البيانات اللي قدامنا اللي بنتحدث عليها امامنا هي يعني اكبر مثال لينا او اكبر اشاره للعالم الخارجي للاستثمار داخل مصر، وده شفناه بالفعل من الجانب الخليجي. الجانب الخليجي شفنا خلال هذا الشهر استثماراته وداخل مصر، وده بيدل على ثقته في الاقتصاد المصري وصلابته وصلابه الاقتصاد المصري، انه لو مش شايف ان الاقتصاد المصري بيحقق هذه الارقام بالفعل ما كانش بدأنا نشوف الدول الخليجية تبدأ صحيح. إنها تستثمر في مصر، وما بدأناش نشوف كمان الدول الشركات الكبيرة الأجنبية بتدخل داخل مصر. شفنا ده حتى من شركة زي أمل، طيب احنا شفنا إن بتتوسع داخل مصر، فبالتالي عظيم احنا جدا شغالين على ده عظيم. دكتور احمد، وبنجني الثمار ده. عايزين نتابع بقى حاجة مهمة جدا، في اجتماع مهم للبنك الفيدرالي الأمريكي النهاردة، عايزين نعرف من حضرتك ايه التوقعات والانعكاسات كمان. بالظبط، النهارده ان شاء الله في اجتماع للفدرال الامريكي، وهو الاجتماع منتظر ولكن متوقع. يعني خليني اقول لحضرتك ان الجميع توقع اليوم ان الفدرال الامريكي سيقوم برفع الفائده الامريكيه ب 50 نقطه اساس، وده اللي اكده جيروم باول في الاجتماع او في تصريحات صحفيه خلال هذا الشهر، ويأكد ان هو هيكون بهذا الرفع لان التضخم في الولايات المتحده الامريكيه ارتفع لاعلى مستويات في تاريخه، ولان طبعا ده بيأثر جدا على المواطنين وبالتالي المواطنين الامريكان، وبالتالي الحل امام الفدرال الامريكي انه يقوم برفع الفائده خلال هذا الاجتماع بنص ب 50 نقطه اساس، وقال ان هو خلال هذا السنه كمان هيقوم برفع الفائده بحوالي ست مرات خلال هذا العام، يعني لمحاوله كبح جماح التضخم اللي بقى كبير جدا في الولايات المتحده الامريكيه، وخاصه ان كمان مش بس ده، احنا كمان بنشوف ان الفدرال الامريكي بيقوم بتجديد السياسه النقديه بالكامل، فده متوقع جدا النهارده نشوفه، ولكن منتظرين تلميحات اكتر من جيروم باول اليوم عن الاقتصاد الامريكي. يعني احنا شفنا بيانات الامس خرجت من الولايات المتحده الامريكيه انهم يتوقعوا تحسن في معدلات النمو، وان معدلات النمو اللي خرجت الاسبوع اللي فات بالسالب او انكماش عندهم، يعني هم شايفين ان الفتره الجايه هيكون في تحسن. هنشوف التلميحات دي النهارده من جيروم باول هيأكد اكيد هذا احنا هنتابع ده يا الكلام. فندم. يعني طبعا هذا الاجتماع هو اجتماع هام جدا، لكن خليني اسال حضرتك ايضا عن نقطه هامه جدا، هي انه مجلس الذهب العالمي قال انه البنك المركزي المصري زود احتياطه من الذهب بحوالي 44 طن، وده طبعا بكده يكون ارتفع اجمالي الاحتياطي من الذهب ل 125 طن بنهايه الربع الاول من العام الجاري. عايزين نفهم من حضرتك يعني ايه البنك المركزي يشتري 44 طن من الذهب، وايه انعكاس ده على الاقتصاد المصري؟ تمام استاذ جمانه، هو طبعا بالتاكيد زي ما حضرتك تفضلت البنك المركزي بالفعل اشترى 44.4 طن، وده التقرير اللي طالع ده وفقا للتقرير اللي طالع من مجلس الذهب العالمي، وده بيعادل 19.4% من اجمالي احتياطي مصر. اللي عايز اقول لحضرتك ان هذا الخبر هو مهم جدا وايجابي جدا لمصر، لانه اولا خلى ترتيبنا من حيازاتنا من الذهب تقدمت من 41 الى الترتيب ال 31 الترتيب ال 33 عالميا، وبقينا الرابع عربيا في حيازتنا للذهب. الذهب ليه مهم وليه هذا الخبر مهم بالنسبه لنا؟ لانه بيعتبر اولا هو بيأكد على قدره مصر على اداره الازمات، بانها بتقدر تاخد اجراءات استباقيه اثناء التوترات الجيوسياسيه والازمات الكبيره، لان يعني خلينا اكد حضرتك متعارف عليه ان وقت الازمات الكبرى الدول بتتجه لشراء الذهب، علشان الذهب بالفعل هو العمل او السلعه اللي عليها قبول عام، لان بيبقى في تخوفات اثناء الازمات الكبيره، وعشان كده من اشترينا انهيار الكميه دي في العملات. فبراير بالظبط، ودي الميزه ان التوقيت كمان هو اللي بيدل على يعني ذكاء الصراحه من السياسه النقديه والبنك المركزي، وهو التوقيت وده الاهم. شراء عظيم يا البنك دكتور. المركزي في فبراير وهو وقت بدايه الازمه الروسيه الاوكرانيه، واللي ابتدت يوم 24 فبراير بالتحديد. فالتوقيت ده بيأكد ان مصر اشترت من اسعار
للذهب اسعار مناسبه جدا. وعايز اكد لحضراتكم ان حتى البعض بيتحدث ان ممكن يحدث تراجع للذهب اليوم بسبب رفع الفائده الامريكيه زي ما كنا بنتحدث من قليل، ولكن باكد ان وده والكل عارفه حتى الافراد ان السهم مهما الذهب مهما نزل سعره هيرتفع. صحيح بكل تاكيد دكتور والميزه احمد. اللي حصلت كمان ان احنا نوعنا من الاستثمارات بتاعتنا او زوعنا من السلع في الاحتياطي، السلع والعملات في الاحتياطي الاجنبي المصري بالنسبه لنا، وبالتالي يعني اللي حصل من البنك المركزي بالفعل هو خطوه ايجابيه جدا وبتاكد على استقرار كمان وصلابه الاقتصاد الحقيقة المصري. يا دكتور زي ما حضرتك قلت يعني خطوات هامة جدا وجادة جدا طبعا تتخذها مصر في يعني بالنسبة للتعامل مع الملف الاقتصادي، الحقيقة لازم نفهمها انطلاقا من مبدأ الشفافية اللي حضرتك تحدثت عنه. أكيد هيبقى لينا لقاءات مطولة أكتر يا فندم عشان نفهم بشكل أكبر. نشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتور أحمد معطي الخبير الاقتصادي.